بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا اخر مره في موضوع الديماند سايد مانجمنت، وعرفنا ان الديماند سايد مانجمنت عباره عن اللي انت بتتفق مع شركه الكهرباء او المستهلك مع شركه الكهرباء، بيتفقوا ان هم يخفضوا الاحمال او انا مش عايز الكيرف بتاعي يوصل عند الماكس ديماند، فببدا اول ما اوصل ابدا لا اوصل اقرب اوصل للماكس ديماند، ببدا افصل الاحمال اللي هي ليها قدره عاليه، وبالتالي ما اطلعش للنقطه العاليه اللي قلنا في الكيرف، لان هي دي اللي عامله المشكله. قلنا ان ساعتها في كذا حل، اللي انت ممكن تشغل الاحمال الكبيره في وقت الاوبيك اللي هي الحاجات اللي ينفع تستخدمها بعد كده، زي مثلا السخان، فتبدا تخزن الماء فيه زي ما انت عايز في وقت الاوبيك، وبعد كده لما يجي وقت البيك ما تضطرش ان انت تشغله. وقلنا عشان نعمل موضوع الديماند سايد مانجمنت لازم تبقى اللوحة، لو خدنا مثال على الشقة لازم تبقى لوحة الشقة عندك متصممة بشكل كويس، اللي هو مثلا الإنارة في دايرة، السوكت في دايرة، التكييف في دايرة وهكذا. فلما خدنا آخر مرة خدناها رسمنا لوحة الشقة، كان عبارة عن المفتاح بتاع اللوحة والدوائر بتاعتنا. قلنا مثلا لو عندنا 4 دوائر إنارة ودوائر سوكت ودوائر الهيتر، وفي دوائر الباور سوكت اللي بيبقى فيها الواشنج ماشين والديش ووشر، ودوائر التكييفات ايا كان عدده، ماشي. لو قلنا هنا اللايتنج وهنا السوكت وهنا الهيتر وهنا الباور سوكت وهنا الاير كونديشنينج، طيب يبقى لو رجعنا للفكرة، الموضوع ده الفكرة اللي انا عايز اول ما الحمل يبدأ يوصل للماكس بتاعي ببدأ اخد قرار اللي انا افصل الاحمال المهمة اللي هي هتجيب لي اللي هي ليها قدرة عالية، تمام. طيب يبقى انا كده قلت 3 حاجات. اول حاجة عاوز احسب الكيلو وات بتاعي في كل لحظة عشان بناء عليه ابدأ اخد القرار. تاني حاجة اخد قرار بالفصل، فصل الاحمال اللي هي فصل الاحمال اللي هي ليها قدرة عالية يعني. تالت حاجة اللي انا ايه افصل الاحمال. طيب مين هيعمل لي ال3 حاجات دول؟ اول حاجة اللي انا احسب الكيلو وات، بيبقى انا عندي هنا الكرنت ترانسفورمر والفولتج ترانسفورمر، بيبدأ يحسبوا لي تيار وفولت ومعايا باور فاكتور، ابدأ احسب الايه الكيلو وات بتاعي. طيب تاني حاجة مين اللي هياخد قرار بالفصل؟ قالك هنا بيطلع من عند لوحة الشقة، هنا عندي البي ال سي بتاعتي، هي دي اللي انا بعمل بيها موضوع الديماند سايد مانجمنت. يبقى البي ال سي بتاخد اشارة منين؟ من هنا من عند لوحة الشقة، من الكرنت ترانسفورمر فولت ترانسفورمر، بتاخد الفي والاي ومع الباور فاكتور، ببدأ احسب الكيلو وات. يبقى انا كده حسبت الكيلو وات، تمام. وبعد كده بعت للبي ال سي، البي ال سي هي هتشوف من خلال البرنامج اللي هي جواها وهوروك بنعمله ازاي، تمام، بتاخد قرار بالفصل، لو هو مثلا عدى القيمة المتفق عليها تبدأ تفصل. يبقى هي خدت اشارة من الكرنت ترانسفورمر فولت ترانسفورمر وبدأت تحسب وتاخد قرار بالفصل لو الاحمال عدت القدرة اللي احنا متفقين عليها. طيب تالت حاجة هفصل الأحمال، دي قلناها، ودي بقى هنا لفصل الأحمال. هفصل الأحمال ازاي؟ قالك مش هفصل عن طريق المفتاح المنيتشر عادي، بفصل عن طريق كونتاكتور. فهنا باجي عند كل حمل واحط كونتاكتور، أو عند كل دايرة واحط كونتاكتور، واجي أجمع كل الكونتاكتورات دي وأوديها للبي ال سي، تمام. يبقى البي ال سي داخلالها إشارة بالقدرة بتاعتي، وخارج منها رايح للكونتاكتورز. الكونتاكتورز دي بناء على القيمه او البرنامج اللي انا ظبطه في البي ال سي على القيمه اللي انا هفصل عليها، تبدا تفصل الاحمال اللي انا عايزها تفصل. عشان كده قلنا اهم حاجه المره اللي فاتت اللي انا نعمل ايه، ادي كل دايره او كل حمل في دايره لوحده، دايره انار لوحدها، سوكت لوحدها وهكذا. لان انا مثلا ما كنتش هعرف لو انا كنت حاطط مثلا هيتر مع اير كونديشنج في دايره واحده وعايز افصل الهيتر، ما كنتش عارف افصلهم، كده كنت هفصلهم الاثنين مع بعض. طيب دي كانت مقدمه سريعه عن موضوع اللي انا ازاي اشغل او ازاي ابدا اطبق موضوع الديماند سايد مانجمنت. طيب لو انا مثلا لقيت انا متفق على القدره بتاعتي 10 كيلو وات، القدره دي هي القدره اللي انا ما ينفعش اعديها، ولو عديتها تبدا تتفصل لي الاحمال بالاولويات. طيب لما تعدي ال 10 كيلو وات اهنا احمال هتفصل؟ قال لك في اولويه بيمشي عليها البرنامج وهنشوفه برضو، قلنا الفلوت شارت بتاعتها. اول حاجه بفصل الهيترز، تمام. طيب فصلت الهيتر ولقيت برضو القيمة لسه معدية ال 10 كيلو وات، تاني حاجة بفصل الاير كونديشن التكييفات بتاعتي. طيب برضو فصلت التكييفات ولقيت لسه اكبر من الاير كونديشن، بفصل اخر حاجة الديش ووشر او الواشنج ماشين، تمام. هما دول اللي انا مسموح لي بس اللي انا اطفيهم، باقي الاحمال ما بتتفصلش. باقي الاحمال عندي السوكت واللايتنج دول عمري ما افصلهم، لان هم اصلا دول حملهم مش هتلاقيهم صغير جدا يعني 2 كيلو وات 3 كيلو وات بالكتير، فمش ده اللي عامل لك مشكله. فالسوكت واللايتنج عمري ما بطفيهم. طيب كده فصلت، بعد ما فصلت بعد كده لقيت القيمه بتاعتي رجعت اقل من 10 كيلو وات،
تمام، وساعة الماكس مانت عدى وعايز ابدأ ارجع بقى الاحمال بتاعتي او ارجع افتح، يعني كنت الكونتاكتور ده مثلا قفلت الهيتر، قفلت مثلا الاير كونديشنج، وقفلت دوار الباور سوكيت، قفلت التلاتة دول، يعني كان المفتاح بقى مفتوح يعني ما اقدرش استخدمه، فعايز بقى ارجع اقفل المفاتيح دي، هرجع اقفل اهنه الاول، برجع بعكس اللي انا بدأت بيه، يعني انا هنا بادئ بالهيترز وبعد كده الاير كونديشن وبعد كده الديش ووتر، اول حاجة برجعها هي الديش ووشر او الواشنج ماشين، بعد كده برجع الاير كونديشنج، بعد كده برجع السخانات، وبرجع واحدة واحدة، لقيت بقى يعني رجعت الديش ووشر والواشنج ماشين ولقيت القيمة أقل من 10 كيلو وات، أبدأ أرجع الإير كونديشن، رجعتها ولسه أقل من 10 كيلو وات برجع الهيتر، لكن مثلا لو رجعت الإير كونديشن يعني رجعت الاتنين دول، أو بعد ما رجعت الإير كونديشن لقيت القيمة خلاص 10 كيلو وات ما رجعش الهيتر، يبقى أنا برجع واحدة واحدة بعكس الأولوية لحد بحيث إن أنا ما أتعداش ال 10 كيلو وات اللي أنا ظابط بيهم البي ال سي عندي. تمام، يبقى كل اللي قلناه لحد دلوقتي ان البي ال سي واخده اشاره من الكرنت ترانسفورمر فولت ترانسفورمر ومتوصله بالكونتاكتورز، بتاخد تحسب القيمه وبناء على البرنامج اللي انا ظبطه فيها بتبدا تاخد او بتبدا تفصل الاحمال، لو عدت لو عدى مثلا القيمه اللي قلنا مثلا 10 كيلو وات، لو عدى ال 10 هيبدا يفصل الاحمال بتاعتي بالترتيب اللي احنا قلنا عليه. طيب البي ال سي بقى دي نفسها بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق فلوت شارت، بتبدا فيها زي برنامج بتبدا تمشي خطوه خطوه، اول ما تلاقي الشارت اتحقق تمشي، يعني لو عندي شرط اتحقق تنفذ، ما اتحققش ترجع تاني، هنشوف دلوقتي بنظبطها ازاي. فلو عندي نوعين من اللي انا بظبط بيهم البي ال سي، اول حاجه اسمه ليفل ديماند ريت، تمام، وتاني حاجه اسمها تايم اوف داي ريت. اول حاجه دي معناها ان انا بظبط اليوم كله على قيمه معينه، مثلا المثال اللي احنا لسه واخدينه على 10 كيلو وات، يبقى اليوم كله مظبوط على 10 كيلو وات ما ينفعش اعديه. تايم اوف داي تايم اوف داي ريت ببدا اقسم اليوم عندي الفترات، مثلا الوقت اللي انا عارف اللي هو بيك مثلا من 6 ل 10 بالليل مثلا ببدا اظبطه على القيمه العاديه اللي هي 10 كيلو وات، لكن القيم مثلا لو قلنا مثلا من 12 بالليل ل 8 الصبح مثلا الاستعمال قليل، ببدا اقول له مثلا استعمل 15 كيلو وات، لان ساعتها اصلا الكيرف بتاعي مش هيبدا يوصل للماكس ديماند لان دي بيبقى الاوب بيك فالاستعمال قليل، فببدا اديله فرصه اللي هو مثلا يشغل سخانات يخزن ميه او يحتفظ بالحراره اللي فيها، فيبدا عشان كده لما اجي عند وقت البيك ابدا ما عديش يعني ال 10 كيلو وات. تمام، يبقى الليفل ديماند ريت بظبط اليوم كله على قيمه واحده، اما التايم اوف داي ريت ببدا اقسم اليوم فترات وكل فتره لها برنامج. طب البرنامج اللي شغال عليه ازاي؟ بيبقى زي ما هناخده دلوقتي، فلو جينا خدنا مثال المحاضرة هنا هنلاقي عندي ان ده الفلو شارت اللي انا ببقى شغال بيه او البرنامج اللي جوه البي ال سي اللي هو بيشتغل بيه. فهنا اول خطوة معايا بيقول لي ميجر ريتنج اوف كارنت كيلو وات اوف ابارتمنت، فهنا بيقيس الكيلو وات الحالي للشقة بتاعتي، تمام، وبناء عليه هياخد القرار. فهنا لو الكيلو وات هو هنا بيبقى ظابطه، احنا كنا ظابطينه قلنا 10 كيلو وات، هنا بقى شغال على 6 كيلو وات، فبيقول لي لو الكيلو وات اللي انا قستها اكبر من 6 كيلو وات، تمام، هيبدأ يشوف الأجهزة اللي شغالة معايا عشان يبدأ يفصل اللي شغال، لو أقل من 10 كيلو وات يبدأ يرجع الأجهزة بحيث اللي هي ما تتعداش ال 6 كيلو وات. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كنت فاصل مثلا السخانات والتكييفات، فجيت هنا قستها لقيتها اقل من 6 كيلو وات، ببدا ارجع واحده واحده من غير ما اعدي ال 6 كيلو وات، تمام، مثلا ارجع التكييفات زي ما قلنا بنرجع بالعكس، لقيت القيمه لسه ما تعدتش ال 6 كيلو وات، ارجع السخانات برده ما تعدتش، يبقى انا كده رجعت الدايره بتاعتي ولسه القيمه اقل من 6 كيلو وات. طيب لقيتها اكبر من 6 كيلو وات، بشوف ايه الاجهزه اللي شغاله، وليكن مثلا شغال سخان تكييف والديش ووشر ووشنج ماشين، تمام، نفترض الثلاثه دول شغالين، فيبدا يقول لي شوف ايه اللي شغال، تمام، شفت اللي شغال لقيت الثلاثه شغالين، يقول لي ديسكونكت هيتر الهيتر. فاول حاجه زي ما اتفقنا اللي احنا هنفصل السخانات، فهو دلوقتي فصل السخانات، وبعد كده بعد ما فصل السخانات بيشوف هل هي عدت 6 كيلو وات ولا لا، تمام. هنرجع تاني نعيد الخطوتين دول، اول حاجه بيشوف الكيلو وات الحالي بتاع الشقه ويشوفه، لو هو لو اقل من 6 كيلو وات يبدا يرجع الاحمال، لو في احمال مفصوله ما فيش احمال مفصوله خلاص، لو هو اعلى من 6 كيلو وات بيشوف ايه الاجهزه اللي شغاله، ولنفترض احنا مشغلين كل الاجهزه اللي انا لسه راسمها في اللوحه، فاول حاجه اتفقنا عليها هيفصل الايه الهيتر، وبعد كل سخان يفصله هيقيس الكيلو وات الحالي. يعني مثلا عندي 3 سخانات، فصلت السخان الاولاني لقيته برضو اعلى من 6 كيلو وات، الثاني اعلى من 6 كيلو وات، والثالث برضو اعلى من 6 كيلو وات، اروح اشوف هنا بيقول لك ان لسه اعلى من 6 كيلو وات، ايوه هفصل التكييفات بتاعتك،
تمام، لان احنا اتفقنا بعد السخانات هي التكييفات. طيب لو انت بعد ما فصلت السخانات ولقيت القيمه اقل من 6 كيلو وات، برجع اعمل ايه؟ برجع هنا اما لا ريكونكت لود، فابدا اوصل الاحمال اللي هي كانت مفصوله. تمام، طيب هنا بقى قلنا لو يس، لو هي اعلى من 6 كيلو وات بفصل التكييفات. طيب فصلت التكييفات، قلنا بيبقى واحده واحده، يعني لو عندي تكييفين افصل الاولاني وبعمل تشيك على الباور، لو هو لسه ما عداش القيمه بفصل التاني. تمام، فصلت التاني ولسه برضه اكبر من 6 كيلو وات، بروح ايه افصل الواشنج ماشين والديش واشر. يبقى دي الثلاث حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم، اول حاجه بفصل السخانات، تاني حاجه بفصل التكييف، تالت حاجه بفصل الديش واشر والواشنج ماشين. يبقى هو البرنامج ده بيقيس القدره ويروح يشوف ايه الاجهزه اللي شغاله، لقى الاجهزه يشوف هو مترتب هيتر اير كونديشننج واشنج ماشين. طيب لقى الهيتر مش شغال اصلا، يبقى هيسيب من كل ده ويروح على الاير كونديشننج يفصله. بعد ما فصله يشوف هل هو اكبر من 6 كيلو وات ولا لا، لو اكبر هيروح يفصل الديش واشر واشنج ماشين، لو مش اكبر من لو اقل من 6 كيلو وات هيبدا يوصل الاجهزه اللي كانت مفصوله. تمام، وبرضه بوصلها واحده واحده بحيث ما تتعداش 6 كيلو وات. يبقى هي دي الفكره بتاعتنا، اللي هو يفصل بالاولويه اللي هو سخانات اير كونديشنج هيتر، ويبدا برضه يعيد الاجهزه بحيث ان هي ما تتعداش القدره اللي انا ظابطها عليه. ده فكره عمل الديماند سايد مانجمنت بتاع الشقه عندي. واتفقنا اللي انا عملته ده بتاع الليفل ديماند ريت. لو انا عايز تايم اوف داي ريت هيجي مثلا يقول لك ان انا اليوم عندي متقسم لثلاث فترات، وكل فتره الاحمال دي شغاله، يقول لك يعني ايه الاحمال اللي شغاله والفتره التانيه ايه الاحمال اللي شغاله وهكذا. وانت بناء على المعطيات اللي هتديها لك تبدا ترسم له الفلوت شارت اللي احنا لسه شايفينه. في التايم اوف داي ريت هترسمه ثلاث مرات مثلا، هو قسم لك اليوم ثلاث فترات. تمام، فده كده كل اللي عندنا في موضوع الديماند سايد مانجمنت. كل اللي عايزك تعرفه في الموضوع ده اللي انت تعمل رسمة الشقة بتاعتك مظبوطة، وتاني حاجة تبدأ تعمل الفلوت شارت للبرنامج البي ال سي زي ما شفناه دلوقتي، اللي انت بناء على الأولويات اللي هو مديها لك، أو هي دي الأولويات بناء بقى على الأجهزة اللي هيبقى مديها لك شغالة في شقة، تبدأ تعمل له فلوت شارت زي دي. تمام كده خلصنا الديماند سايد مانجمنت، إن شاء الله المرة الجاية ندخل على موضوع جديد. شكرا.